قلت يا رسول الله لقد بلغت أنشد أنك ما قصرت كفيت ووفيت. فالرسول صلى الله عليه وسلم توقف عن الدعاء، كان يقول بصوت يعني يا رب أمتي، يعني صوت يعني حين في خشوع تذلل لله سبحانه وتعالى. فأنا قطعت أدعو قلت يا رسول الله لقد بلغت أنشد أنك ما قصرت كفيت ووفيت. أثناء ذلك توقف الرسول ثم نظر لي نظرة أحسست فيها من الحنان والأمور هذه، لكن فجأة وجدت على خدي دمعة أو مثل شو أقول مثل البرد البارد، على دموع بارد أحسست فيها برودتها. فاستيقظت وفعلا وجدت الدمعة على خدي بالفجر. يا شيخ هذه الرؤية كلها استيقظت. طيب. والرجال بدون صوت يعني كأنهم ينتظر، كأن على رؤوسهم الطير، صمت هدوء. وعندي رؤية ثانية ممكن. طيب لا لا لحظة خلي الشيخ يعبر لك هذه وراح يعبر لك الثانية إن شاء الله. إيه إن شاء الله. هذه رؤية حق يا أختي. الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يدعو لأمته دائما في الشدائد، والأمة الآن تمر بشدائد كما تعلمين، وبإذن الله تعالى دعاؤه مستجاب حيا وميتا. نعم الحمد لله دعاء مستجاب إن شاء الله. دعاء مستجاب، وهذه رسالة لجميع الأمة الإسلامية وخصوصا في هذا الشهر. وأنا في كل مجلس من النساء أتحدث عن الرؤية هذه، فمنهم من ترتدع فمنهم الله. وعندي رؤية يا شيخ بعد، بس الرسالة التي لحظة لو سمحتي لحظة يا أم فواز. أم فواز اسمعي للشيخ لو سمحتي. الرسالة التي نأخذها من هذه الرؤية وهي رسالة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا أنه أي أحد يدعو للأمة، يعني لا يكون أناني. الأمة الآن تحتاج إلى دعاء، يعني يكون سان يحمل هم الأمة، يحمل هم الأمة في دعائه خصوصا في رمضان، والدعاء مستجاب. فنشرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم في دعائنا ونحمل هم هذه الأمة خصوصا وقت الافطار، لان الدعاء مستجاب. انا كنت صغيره يعني. الله يفتح يعني عليك وبارك الله فيكم فواز. تفضلي قولي الرؤيه الثانيه. قولي الرؤيه الثانيه فواز. الرؤيه كاني في بيت شعر صغير، انا وخواتي نايمين، احنا عددنا خمسه. في صوت امراه مجهوله جاء من السماء، هم كان في البر يعني في الفجر. قال اما من احد يذكر عائشه؟ اما من احد يقتدي بها؟ اما من احد يترحم عليها؟ فجاه استيقظت من خواتي ومشيت في الارض الثلاث، دخلت حوطة من غير باب فيها قبر عائشة رضي الله عنها، وكان قبرها حفرة لكنها كأنها سرير تحت يعني مربعة، مادة رجولها رضي الله عنها، ثوبها الأوفايت مع الذهبي، وشعرها أشقر ومثل الشمس تبارك الله. دخلت أنا أمشي معي سطل صغير، وفعلا الرؤية صدقت في حياتي كلها، بس في آخرها سطل صغير أزرق فيه معي، وأنا دخلت أكب الماء على عائشة رضي الله عنها، أقول اللهم ارحمها، اللهم اجعلها قدوة لنا، اللهم نقتدي بها. فجأة تكلمت عائشة ونطقت باسمي، قالت يا جميلة سلمي على فاطمة بنت رسول الله. هني أصابني الخوف، فنظرت إلى القبر الثاني مجاور لها، إلا هي فاطمة رضي الله عنها كانت واقفة وكانت في أجمل هيئة، وكانت صورة طب الأصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرؤية رأيتها بعد 6 شهور من الرؤية السابقة. فاطمة رضي الله عنها كانت لابسة ثوب أسود أحمر نفس ثوب أهل الشام والفلسطينيين، وكانت جميلة جدا جميلة جدا يعني. فاطمة تنتظر مني السلام، أنا ماذا فعلت؟ أنظر إلى السطو وأحتقر، ماذا وجدت في قبرها؟ وجدت فيه ماء عذبا وجاجا، يعني أحتقر السطو ما تحتاج ماء، لكن عائشة كان قبرها ناشف ولا قطرة ماء، وكانت يعني مرتاحة أني أكبت عليها قطرات الماء. فجأة أريد الهروب، يعني الموت يتكلموا، أنا أصابني خوف، فهرجت من هذه الحفرة أو المقبرة وأنا أركض وهرول، سطلي طاح في عند عائشة رضي الله عنها، ما أخذت سطل معي. وأنا أثناء هروبي إلا الصوت يأتي، صوت المرأة إلا يقول جميلة عائشة تطلبك. نظرت خلفي فإذا عائشة رضي الله عنها بين السماء والأرض تمشي وراء خلفي، تمشي يعني هيئتها عظيمة جدا، ثوبها أبردين أبرد الواسع، شعرها أشقر كأشعة الشمس، يعني سبحان الله تمشي وراي. أنا أثناء أهرب وهي تمشي بهدوء، لكن أنا هربت منها ودخلت بين خواتي، فاستيقظت وكنت حامل أيامها، حامل بولد لي توفى الله يرحمه. وجاءتني ابنتين، اسميت واحدة عائشة واحدة فاطمة. لكن يا شيخ بسألك ماذا تطلب مني عائشة؟ تصدقت عنها. طيب اسمع الشيخ الحين تعبيره لك، تفضل.
أولا جزاك الله خير يا أم فواز على هذه الرؤى الصادقة التي تدل على صدقك أنت في حديثك. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين جميعا وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنهم أجمعين. رؤياك لعائشة وهل من يذكر؟ طبعا عائشة في هذا الزمن كما تعلمي اتهمت وتكلم عليها كثيرا من طرف بعض الزنادقة وهي أم المؤمنين الطاهرة. جزاك الله خير. نعم. الشيخ ممكن تفضلي. الرؤية هذه قبل أن تسب عائشة رضي الله عنها، يعني بعد بفترة بسنوات بدأت الإعلانات أنها يسبون عائشة، يعني لم يكن لها سب أثناء الرؤية. الرؤية جاءت قبل ولادة بنتي عائشة. عارف سميت عائشة فعلا على عائشة. طيب. وفاطمة. طيب فعلا فواز. أم فواز أنت انتظري شوي واسمعي الشيخ الله يرضى عليك وسأعطيك مجال إن شاء الله. المهم عائشة وفاطمة هاتين المرأتين الصالحتين ليس بينهم أي عداء، بل كانت عائشة رضي الله عنها تحب فاطمة حبا شما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة حبا جما، وكانت فاطمة تحب عائشة حبا شما، وكان بينهما قرابة ومودة. كانت غرفة عائشة رضي الله عنها، حجرة عائشة تفتح نافذة على حفرة على حجرة فاطمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف من حجرة عائشة يخاطب ابنته في الحجرة الثانية، ما بينهم إلا نافذة، وكانت ثنتين يجلسوا مع بعض ويتكلموا مع بعض أكثر من سائر أمهات المؤمنين. فاطمة ما كانت تتكلم أكثر من مع أحد مثل كلامها مع عائشة رضي الله عنها، ولا تجالس أحد من أمهات المؤمنين أكثر من مجالستها لعائشة رضي الله عنها، لأن أبويهما أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم بينهم مودة، كذلك عائشة وفاطمة بينهم مودة. ولما دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وسارها بالحديث الذي أبكاها ثم سارها بالحديث الذي أضحكها، كان أول من سألها عائشة، فأبت أن تجيبها حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت عائشة تسأل، قالت فاطمة أما الآن فنعم، وأخبرتها الحديث أنه أخبرها بأنه ميت في مرضه وأنه أيضا يكون بإذن ستكون هي سيدة أهل الجنة. هذه الرؤية تدل على أن مستقبل هذه الأمة ستتحد سنة وشيعة.